طاهر، محمد طاهر، كلمة السر النهاردة في مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي. ألف مبروك لكل الأهلاوية وكل مصر، فوز الأهلي بالبطولة الثامنة والثانية على التوالي. النهاردة طاهر، محمد طاهر، كان سبب كبير جدا في فوز الأهلي. بس قبل ما أبدأ في الحلقة وأتكلم كتير، تعالوا نشوف حاجة حصلت النهاردة وأنا بتفرج على الماتش في الإسماعيلية. جمهور الإسماعيلية كان متعاطف مع النادي الأهلي إزاي لحظة ضياع ضربة الجزاء من الرجاء البيضاوي المغربي وفوز الأهلي بالبطولة. ده كان رد فعل جماهير الاسماعيلي اللي فرحت قوي بفوز الاهلي بكاس السوبر. هارد لك للنادي الرجاء البيضاوي المغربي، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. طبعا نتيجه مشرفه وكاس مهم جدا وبطوله مهمه للنادي الاهلي، وبيحقق رقم جديد او رقم قياسي جديد في جعبه النادي الاهلي. الف مبروك لاصحابي الاهلاويه كتير جدا، يعني انا مش اهلاوي على فكره يعني، والناس عارفه الكلام ده كله، ولكن لازم نقول كلمه حق ونعطيها. طب تعالى نخش لتفاصيل المباراه. غياب عمرو السوليه كان مؤثر جدا في خط نص النادي الاهلي، والرجاء البيضاوي المغربي كان من الناحيه الفنيه اعلى من النادي الاهلي، وكان ممشي المباراه حسب هواه لغايه ما طاهر، محمد طاهر النجم النهارده اللي قدر او كان من اسباب عوده المباراه والروح للنادي الاهلي انه يقدر ياخد كاس السوبر الافريقي. موسيماني ملوش لازمه وهي ماشيه معاه، وزي ما تقول لي النهارده هتتحسب له بطوله كانت بتضيع وكان بيفلفص، كانت العمليه في الضياع. محمد الشناوي برضه لغز بالنسبه لي، محمد الشناوي بقى له فتره الكوره اللي بتروح عليه بتدخل جون. هتقول لي لا، هتقول لي اه، ممكن نتفق او نختلف في الموضوع ده ونتناقش فيه بعدين، بس محمد الشناوي مش هو محمد الشناوي الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. اكرم توفيق النهارده اقل بكتير من اكرم توفيق اللي احنا نعرفه ونشوفه. مجدي قفشه، مجدي قفشه تحس ان هو مش موجود. خط النص بتاع النادي الاهلي مهزوز وفاضي، ولو كان الرجاء ضغط عليه واستغل الفرص اللي هو كان ممكن يعملها كان ممكن النتيجه تختلف كتير جدا. النهارده النادي الاهلي انت مش عارف ان هو بيلعب دفاع ولا بيلعب هجوم، بس خط النص فيه حتة فاضية كده، حتة فاضية محدش قادر يملاها ومحدش قادر يمشي فيها كورة، ودي بسبب موسيماني وتشكيل موسيماني أو تدريبات موسيماني الجملة الفنية اللي يقدر يعملها. النهاردة ما تحسش إن في جملة كبيرة أوي. الأهلي بيقدر يخطف المباراة من الرجاء بسبب الرجاء.